كارثة بيئية جديدة تلوح في الأفق في لبنان. على الطرقات الرئيسية تسبح النفايات وتجوب شوارع بيروت. معقولة طيب صار لها 100 يوم قصة الزبالة ما عم نلاقولها حل بعد؟ مئة يوم مرت على أزمة النفايات في لبنان، والفيضان الأكبر كان على نهر الغدير في حي السلم في الضاحية الجنوبية، ليتحول إلى نهر من النفايات ويحمل معه كارثة بيئية. من بعد ما المستوعبات بطلت تساق، صاروا العالم وين أقرب نقطة عليهم يكبوا، كبوا بالأنهار، كبوا تحت بيوتهم، المستوعبات بطلت تساق. فأول شتوي هالنهر متلان زبالة. أنا نازل كنت ينهار أحد رايح عند الحلاق، فوصلت لهون بتطلع هيك بسمع صوت خبيط تنك وأناني وشي عم يخبط ببعضه، فاستغربت شو هالصوت. طلعت هيك لقيت مثل فوج زبالة ماشي مع هالماي ماشي على النهر. فالتليفون بجيبتي أنا ونازل على هالوهلة دغري، ما بعرف كيف هيك دركت الموضوع. أنا وعم دور التليفون على الفيديو كنت صرت راكد وصرت لتحت على طرف النهر وبلش صور. كان منظر مش طبيعي، مش طبيعي أبدا. برادات، فرش، كنبيات، تنك، زاز، أناني، كله ماشي مع بعضه، منظر مش طبيعي. فعن جد كانت وهلة، وتخيلت على لحظة إنه هالزبالة بدها تسكر العبارة وتطلع تهجم على البيوت. كان منظر مش طبيعي. كان مبدئيا كل اول شتويه يمشي شويه زباله مع النهر، بس بهاي اليوم كان شيء مش طبيعي. يعني كان عن جد يوم استثنائي. يعني انا انصدمت والعالم كلهم انصدموا. يعني عن جد انا نزلتها على الفيسبوك والعالم ما بعرف بلشت تسالني وتعلق، ومزبوطه هيدي مش مزبوطه؟ قال لهم يا عمي والله مزبوطة، وأنا صورتها وهي من نص ساعة وكذا. يعني كان عن جد منظر مش طبيعي. هلا الوقت اللي استغرقوا هيدا كان يعني مبدئيا بين السبع دقايق والعشر دقايق، كانوا عم يتراكموا مع بعض الزبالات ووصلوا لهون. وحتى أنا يعني صورت الفيديو للآخر بس شلت منه شوي لأنه كان وقت شوي، يعني شي 10 دقايق بهالوقت، شي 10 دقايق. هلا ثابت إنه بهيدا اليوم كانت عم تتراكم الزبالة بقلب النهر، وكان شوي جافف النهر، وثابت شتت أول شتوي وبلش يمشي المي وتاخد معها، تمشي معها الزبالة، عم تتراكم المي وعم تاخد معها الزبالة أكثر. جرت الزبالة تقريبا منطقة كفرشيما، الصحراء هون كلها عم تتجمع وتمشي مع النهر، ونزلت بكمية هائلة. صور من الجو تظهر التقصير في ملف النفايات، وتظهر غرق مناطق واسعة من البلاد بمكبات عشوائية. ما بين سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية يبدو أن هناك سلسلة جبلية جديدة بدأت تتكون في منطقة برج حمود في ضواحي بيروت. تطورت أزمة النفايات في لبنان حتى أصبحت مصدراً للعناوين الرئيسة في الصحف العالمية، وموضوعاً دسماً في تقارير التلفزيونات العربية والأجنبية. يعني هاي المسافة اللي مشيت فيها زبالة يعني تقريباً في شي 10 كيلو متر، يعني من منطقة كفرشيما لتوصل لكوستا برافا على مصب النهر. ما
اكيد يعني انه هون كان في يعني هلا اللي نحن شفناهم بالفيديو كانوا تقريبا نص الكميه اللي صورتها انا، نص الكميه اللي اخذتها بعدين، لانه على مجرى النهر كله نفس القصه، يعني اخذت كثير اشياء بعد معه. يعني هلا هيدي شويه تراكمات، شويه مجارير مع شويه مغاسل رمل بحاولوا او حالهم على مجرى النهر، يعني يوم بتلاقي اسود، يوم بتلاقي احمر، يوم بتلاقي اورانج، كل يوم لون هذا النهر. يعني هذا النهر يعني مبدئيا بيمرق بمناطق حلوه، يعني بيمرق منطقه كفرشيما، الصحراء بيمرق من هون. كان بالزمانات يعني انا بتذكر كنت اجي على المنطقه قبل ما يصير في كثير عمار، كان ميته نظيفه بتلاقيها عزبه. يعني بتذكر ايام اهلي كانوا يحكوا انه كانوا ينزلوا يقعدوا على ضفه النهر، وبعض الناس كانوا يعملوا شاي ويقعدوا يعملوا قعدات على جنب النهر. بس هلا غريب يعني كيف تحول للنفايات ومي مجارير ومي قاسمه. يعني انا بتمنى، مش بس انا، يعني اغلبيه العالم بيتمنوا انه ما يصير هالامور بعد، بس لانه في تقصير من الدوله وفي تقصير من شويه بشر، ناس بتكب والدوله ما بتمنع، فبتضل تصير هالامور. بس ان شاء الله يكونوا شافوا هيدا الفيديو وانتبهوا على حالهم انه هيدا خطر علينا وعولادنا وحتى على الدولة كمان اللي متنشي على الأمور. هلا بدي طوف، هيدا هلا بدي طوف.